انتوا الثانية فايلات، ثالثة سطور. يا تمام؟ رابعة سطور. رابعة فايلة، خمسة سطور. يا أبو علي. أروح أجيب لك دليل من هون. اخي بدك دليل اثنين ثلاثة. كم واحد ثاني؟ بدك تبعتني اياها انت. لو ها جماعة الله أكبر والعزة لله. أكبر والعزة لله. قصف عصابات الأسد المتمركزة في الله أكبر اضرب بصير الريح تصيح الله أكبر المتمركزة في بلدة النيرب قرية النيرب برم سرميل في ري إدلب الشرقي. يعني صورك قريب قريب مش هذا الضابط بيروح نيرب تمام نيرب تمام عدو من يعني ما يدر شيء ما يدر شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إذن تساعد القوات التركية بالتقدم باتجاه قرية النيرب لشان عملية عسكرية هناك قوات تستعد للتقدم باتجاه النيرب. تعال سمعنا تحت
حاليا مباشر بمدينة عزاز مظاهرة للأهالي فرحا ببدء المعارك على نظام بشار العرصة ابن العرصة. هو الميليشيات اللي معه وإن شاء الله الثورة مستمرة. وبدي أبعث رسالة لهدول اللي صار يفرحوا بالانتصار على أساس بالنسبة لهم وكذا وصار يأكلوا هوا. لا تفرحوا كثير ها جايينكم. وقالك أول كنا نرحم هالمرة ما رح نرحم حدا. جايكم دور وهي الثورة ما رح تموت. 9 سنين مستعدين نعمل 9 تانية وإذا ضل واحد رح يضل لحتى رح يدوس بأكبر